دعا مدير مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة الدكتور إياد أبو زاهر المجتمع الدولي إلى منع ما وصفها بالكارثة الحقيقية إذا لم تتم حماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين في الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل. وأوضح أبو زاهر أن المستشفى على أبواب كارثة حقيقية، في حال حدوثها لن تستطيع المستشفى تقديم الخدمة الطبية للمصابين. نطالب المجتمع الدولي ونطالب منظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات العالمية لحماية الطاقم الطبي وحماية المستشفيات، ونحن اليوم على أعتاب الكارثة الحقيقية التي إن حلت لن يكون فيها فرصة واحدة لتقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا، وسيتركوا في الشوارع لمقابلة أجلهم.